من داخل احد محطات البنزين في محافظة السويس، ولنا لقاء مع مدير المحطة وحدثنا عن ازمة السولار في محافظة السويس. عرفنا بيك الاول. محمود من السويس، رئيس المحطة. عم محمود، انت رئيس محطة من المحطات اللي هي تابعة شركة ايه؟ الجمعية التعاونية للبترول. عم محمود، ازمة السولار في بلد البترول، بيطلقوا على السويس بلد البترول. ازمة السولار ما زالت بتتوالى في محافظة السويس. كلمنا عن ازمة السولار والسبب في الازمة كمدير محطة. ازمة السولار انا الوقت عندي طبعا بتجيلي نقلة 29,000 في اليوم. النقلة 29,000؟ 29,000. هو وقت بيجينا 14، فطبعا انا عندي ضغط الشغل كتير، عندي كل العدد نقل كتير زي ما انت شايف كده حضرتك الجوار معايا، والمكافآت كتير، فطبعا بتقضي الى مشاكل اكتر من كده. فالمفروض انا كحصه راجل في المحطه بتجيني مثلا حصتين، يعني المفروض تجيني نقله الصبح نقله الظهر، لما الوقت النقله بتجيني الصبح على الساعة 3 الساعة 2، ببتدي اقول للناس خلاص زي ما انت شايف المشاكل ومشاكلنا اللي موجوده. عم محمود، احنا شفنا كثير من المشاكل مع العاملين بالمحطة ومن السائقين ومن العاملين، قولي دوت بيحصل بشكل يومي بتتكرر ازاي؟ والله احنا بنسمع المحطات كتير ان في ضرب ولدرجة ان بيحصل موت وقتها. وطبعا احنا معانا هنا المعاملة حسنة بينه وبين الناس. بنبتدي نريح السواق معانا، لو في جزء بالاسلوب الطيب بتاعنا. بيتم السيطرة عليها ازاي يا عم؟ بالادب. يعني بتحدث مع السائقين؟ بالادب. هم طبعا السائقين بتبقى بحالة انهيار عصبي. انا كراجل مسؤول بالمحطة بتمص غضب السواق وبحاول اكلمه كلمة كويسة وبهديه. عم محمود، قول لي ازمة السولار ديت بدأت امتى وبدأت ازاي؟ وليه ما كانش فيه ازمة الاول ودلوقتي فيه ازمة؟ والله هي بدأت من بعد الثورة. بس بدأت عمالة تزيد. بتزيد طبعا. يعني ممكن تفك معايا في الاسبوع مرة ولا مرتين، وادي اسبوع تشيل التاني معايا. قول لي طيب، ليه ما كانش في ازمة الاول؟ لان طبعا كان في ظبط وربط. كان في ظبط وربط. من جهة ايه بقى؟ من جهة ان في سولار متوفر عندك بيجي لك. اما الوقت احنا مش عارفين احنا فين بصراحة. عم محمود، عرفنا ان في بعض الاوكار في محافظة السويس بتبيع السولار في السوق السوداء. لا احنا طبعا، انا عن نفسي هنا في المحطة دي انا ما سمعتش كلام زي ده. انا اذا كنت بطلع، لا انا مش بتكلم في المحطة، انا بقول في بعض الاوكار بتبيعه. فبياخدوه من المحطات وبيروحوا يبيعوه. فقول لي دوت بتقدروا تعرفوه ولا بتقدروا تسمعوه؟ انا طبعا انا بسمع. انما عندي الواقعة دي ما بتحصلش، لان انا رافض مبدئيا الكلام ده. رافض مبدئيا؟ ما بتكلم. بتطالب بايه يا عم محمود؟ بطالب ان يخلوا بالهم معانا ويبعتوا لنا صورة. يزودوا حصة الصورة. يزودوا حصة الصورة، بدل ما بتجيني نقلة تجيني نقلتين. شكرا يا عم. عن ازمة السولار في محافظة السويس والزحام الشديد اللي بتقابله المحطة، لنا لقاء مع احد السائقين. عرفنا بيك. طلعت محمد السايق. عم طلعت، انت منين؟ من اسكندريه. طب انت هنا واقف من امتى عشان تمون سولار في السويس؟ والله هو النهارده يعني يعتبر ان بالنسبه للسولار معقول شويه، انما قبل كده الاسبوع انا بقالي 18 يوم في السويس. كل يوم مش اقل من 7-8 ساعات في اي محطه. كل يوم مش اقل من 7 ساعات فعلا. طب قول لي، الازمه ديت ما كانتش موجوده قبل كده، ايه اللي واجهتها دلوقتي من وجهه نظرك؟ والله الأزمة دي إذا ما كانتش موجودة قبل كده تبقى في الظل مسؤول عنها النظام دلوقتي. مسؤول عنها النظام. قول لي، كلمني عن السولار اللي بيتباع في السوق السوداء. يعني أنت بتلجأ لأنك تشتري من السوق السوداء ولا بتشتري دايماً من المحطة؟ هو لو المحطة ما فيهاش بضطر إن أنا أجيب من السوق السوداء. بتضطر إنك بتعرف إزاي توصل للسوق السوداء؟ لا، ما السوق السوداء على الأرصفة. على الأرصفة. حضرتك على الأرصفة. والجيركن ب 65 جنيه ب 20 لتر. الجيركن لتر ب 25 65 جنيه. وهنا في المحطة؟ لا، هنا في المحطة ب 110 بالسعر العادي. في بعض السواقين بياخدوا السولار من المحطات ويبيعوه ويرجعوا يمونوا تاني. كلمني عن الظاهرة ديت للسوق السوداء. يعني في ناس امتهنت المهنة ديت. حضرتك عمري ما سواق، أنا ببقى واقف في المكان عايز بأقصى سرعة إن أنا يعني أمون وأمشي. انما بحيث انك انت سواق هيجي مثلا يمون ويبيع، دي صعبه. عطلتك قد ايه ازمه السولار؟ لا، ده حدث ساعات ياما يعني حضرتك، حدث ساعات ياما. انت بتنقل ايه بعربيتك؟ انا بنقل عرفات لشغل محطه كهرباء شمال الجيزه. يعني
طب قول لي ازمه السولار بتختلف من محافظه السويس لاي محافظه ثانيه؟ والله حاليا انا بقالي النهار 18 يوم في السويس، فما اقدرش. بالنسبه للقاهره وانا جاي على الدائري صعب برضه يعني نفس الدائري مقفول. يعني نقدر نقول ان الازمه ديت متواجده في كافه محافظات المنطقه، على جميع المحافظات الازمه. بيبقى في مشاكل في المحطات مع العاملين ومع المديرين؟ هو العامل بيبقى عنده سولار بيمول، ما عندوش هيعمل ايه العامل؟ بنشكرك. وما زالت ازمه السولار في محافظه السويس، والمحطات بتشهد تكدس كبير من السيارات والحافلات تزاحما على السولار وتموين السولار. وعن ازمه السولار لنا لقاء مع احد السائقين. قول لي، عرفنا بيك. مصطفى سعيد فرج. عم مصطفى، انت منين؟ انا من السويس ان شاء الله. من السويس. عم مصطفى، انت واقف قد ايه؟ بقالك قد ايه عشان تمول؟ يعني انا بقالي دلوقتي 4 ساعات. 4 ساعات عشان تمول. قول لي الكلام ده بيتبات، يعني في عربيات كمان بتبات على التموين عشان الجاز قليل خالص في البلد. يعني انت ساعات بتبات عشان تمول. انت بتنقل ايه يا عم مصطفى؟ الحاويات بضاعه. بتنقل حاويات بضاعه. قول لي ده بيأثر على شغلك ازاي؟ بيأثر ان انا ممكن ابيت يوم يبقى نقله ضاعت كده. عم مصطفى، قول لي ساعات بتلجأ للسوق السوداء انك تشتري السولار؟ لازم بتلجأ للسوق السوداء. بتتعرف عليهم ازاي؟ لو ما لجأتش للسوق السوداء هضطر ان انا ابيت من الشغل، ابيت بضاعه ناس واعطال ناس بتتعطل، تصالح ناس. طب قول لي، لو انا عايز اشتري من السوق السوداء ازاي اقدر اوصل لهم؟ احنا في واحد بنتعامل معاه مثلا بيبقى عارف السوق السوداء دي وبيجيب لنا جاز. انا بحتاج 200 رتل او 100 رتل ان انا اودي بيهم المشوار بتاعي ان شاء الله. ساعات بتلجأ لها عشان خاطر تخلص شغل. يعني انا لازم ارجع عشان شغل الناس، ما انا ممكن ده عيبات وده عيبات، مصالح الناس هتتعطل. قول لي، ازمه السولار بدات امتى؟ ده بقى لها حوالي بتاع 3 شهور. 3 شهور بدأت بشكل مكثف. السويس، وانت من محافظة السويس بيطلق عليها السويس المفروض ان بيطلق عليها بلد البترول. طيب بلد البترول لما تشهد حالة من التكدس والزحام والمشاكل تفسر دوت بايه؟ ده خراب على البلد. خراب على البلد. خراب على البلد عامة، لأن احنا النقل لازم هو اللي بيأدي طلبات الناس كلها. الأنابيب، الجاز، البنزين، كله احنا اللي بنوصله للاماكن عشان الناس تمشي. العيش، الدقيق، اي حاجه بالنقل هو اللي بيوصلها. في بعض المحطات بتشهد مشاجرات مع العاملين في المحطات ومع السائقين بينهم وبين بعض، وبتصل الى حد القتل في بعض المحافظات. سيادتك، هو دلوقتي ان البنزيمه بيجي بيساومني، بيقول لي على ال 100 رتل 10 جنيه يا كده، يا ما تمونش يدي لك 200 رتل، بتبقى عامل وبعدين يبقى جاي واحد معرفه يدخله قدام مني وانا واقف، لازم انا دمع يتحرق وامسك فيه. يعني نقدر نقول ان انت بتخرج من السوق السوداء بتلاقي في سوق تانية في محطات البنزين. هو العامل في البنزيمة بيضطرك ان انت تلجأ لاي حاجة، يستغل الازمة. باجي بيقول لي على ال 100 رتل 10 جنيه 25، انا مضطر ادفع طالما هموت. قول لي، طيب الحل ايه من وجهة نظرك؟ الحل ان الحكومة ترجع البلد والشد يرجع تاني على البلد. الشد يرجع تاني على البلد ان هم يضخوا سولار اكتر، ولا الرقابه على السوق السوداء؟ الرقابه على السوق السوداء والبلد تتحكم والحكومه. دلوقتي في محطات زي كده اهوت بيبقوا عارفين عجل معين بيعدي الجنب التاني، بياخد الجاز دوت شغال، بياخد الجاز يروح يبيعه الجنب التاني للعجل اللي هو الغريب اللي مش من مصر من الاساس. يعني برادات بتبقى جايه من الاردن وجايه من سوريا وجايه مش عارف من جميع الدول. يعني البرادات ديت اللي بتيجي من دول تانية. أيوة. بتأثر على ازمه الجاز في السويس طبعا، لان اقل عربيه فيهم بتعدي ال 2000 لتر. اتعلموا كمان ياخدوا السولاري ويبيعوه جنب التاني، ومفيش رقابه على النفق بتاع احمد حمدي، مفيش رقابه عليه يعني. حتى العربيات بتعدي لا مؤاخذه بالجاز بتبيعه الناحيه التانيه، ومحدش بيسال الناس ديت انتوا رايحين فين ولا بتعملوا ايه. العجل غريب اتعلم كمان، علموه انه ياخد السولار ويروح يبيع. بنشكرك.